معانا خبر من وزارة التضامن الاجتماعي بعد ما زارت امبارح السيدة نيفين القباش محافظات الصعيد علشان تسلم عدد من صغار الصيادين بالأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد كمان مراكب صيد مجهزة، وده ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية بر أمان. الوزيرة أكدت أن المبادرة مهتمة بإحلال وتجديد مراكب الصيد علشان تدعم صغار الصيادين واللي عددهم بيوصل ل 42 ألف صياد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من أستاذ عصام عبد الرحمن مدير المركز الإعلامي لمؤسسة صناع الخير للتنمية. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الورد على حضرتك يا استاذه سلمى وعلى كل الساده المشاهدين وعلى حبايبنا الصيادين بشكل خاص في كل انحاء مصر. صباح الورد والسعاده والتفاؤل على حضرتك. طبعا المبادره دي بالتعاون مع مؤسسه صناع الخير زي على حد علمي يعني، فعايزين حضرتك تكلمنا اكتر عن مبادره بر امان. طيب خليني أبدأ مع حضرتك أنه السيد الرئيس وفي ظل اهتمامه بالشرائح المهمشة وفي ظل اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة دعا ووجه لضرورة تعاون كافة الجهات لدعم صغار الصيادين من خلال حزم من المساعدات ومن خلال تمكين اقتصادي واضح يساعد بشكل كامل في نقلهم من دوائر العزل والاحتياج لدوائر الاكتفاء والانتاج. وزارة التضامن يعني بدأت بإطلاق مبادرة بر أمان، وبدأت المرحلة الأولى بترميم عدد كبير من المراكب وحزمة مساعدات للصيادين. صناع الخير تشاركت مع وزارة التضامن في تنفيذ المرحلة الثانية بتسليم مراكب صيد للصيادين من عائلي الأسر الكبير. خليني أقف مع حضرتك على نقطتين في الجزء ده بشكل خاص، لمراكب الصيد وأي أسرة وأي عائل أسرة وأي صياد اللي ممكن يستفيد من المراكب. في البداية أو يعني الجزء اللي يخص لمراكب الصيد، طبعا زي ما اتفقنا دي يعني اهتمام من الدولة وتوجيهات من القيادة السياسية، وكنا الحقيقة بنلاحظ بحكم شغلنا كصناع الخير على الأرض إنه كتير من الصيادين تقريبا أصبحوا بيهجروا مهنة الصيد، سواء لممارسات الصيد الجائر أو لعدم وجود مراكب صيد بالنسبة لهم وتهالك مراكبهم وعدم قدرتهم على ترميم ما هلك من مراكب. بدأنا نتحرك بالتعاون مع التضامن وعملنا أبحاث ميدانية حوالين الصيادين اللي بيحترفوا مهنة الصيد بشكل حقيقي، اللي بيعولوا أسر كبيرة، اللي ما عندهمش مراكب بشكل فعلي يقدروا يصطادوا بيها. امبارح كنا بادئين بداية التسليم الفعلي للمراكب، والحقيقة كان يعني جو مش بس جو مبهج وجو يعني فيه سعادة. الحقيقة الرسائل اللي قالها الأهالي الصيادين امبارح على أحد مراسي محافظة الأقصر وكانت طلعة من القلب، انه قد ايه كانوا حاسين ان الدولة المصرية كلها بكافة مكوناتها معاهم، ان القيادة السياسية تدعمهم، ان وزارة التضامن واقفة معاهم، ان المجتمع المدني ممثل في صناع الخير كمان واقف معاهم. اعتقد ان الرسائل دي بتعكس اهمية اللي حصل. وطبعا حضرتكوا بتستهدفوا الصياد اللي هم ليهم أولوية وأهمية. طب احنا عايزين نعرف ايه المحافظات المستهدفة في المبادرة دي يا فندم؟ بالنسبة لنا في التعاون مع وزارة التضامن استهدفنا أربع محافظات كمرحلة أولى. استهدفنا محافظة الأقصر وأسوان وقنا والوادي الجديد. الفكرة في الأول بس كمان قبل المحافظات، احنا الاستهداف كان لصيادين قراهم مشاطئة لنهر النيل او مشاطئة لمساحات مائية ينفع الصيد فيها، زي مفيض توشكا في جنوب واحد باريس في الوادي الجديد. الفكرة برضو بالنسبة لنا ان احنا واحنا رايحين لتسليم المراكب كان في تدريب للصيادين على الاساليب الصيد الحديثة، على الحفاظ على الثروة المائية، كان في توعية
حوالين طب كده في ميكانيزم لاختيار الصيادين او المستهدفين اللي هيستفادوا من القصه دي، فهيقول لي بيتم الاختيار ازاي؟ بالتاكيد في ميكانيزم، بالتاكيد بنستفاد كصناع الخير من تواجدنا داخل القرى بشكل عام والقرى المشاطئه لنهر النيل بشكل خاص، من بناء قاعدة بيانات حوالين الأسر، من فرق عمل بتنزل وبتعاين وبتشوف ثلاث معايير أساسية بيحكم بيها فريق صناع الخير على الأسرة. أولها أنه يكون صياد بشكل فعلي ويكون محترف لمهنة الصيد، ثانيها أنه يكون عنده بيعول عدد أفراد أسرة كبير، ثالثها أنه ما يكونش عنده مركب وأنه يكون متحمس وجاهز أنه يشتغل، أنه بمجرد تسلمه المركب يشتغل على طول. يشتغل بالضبط كده. وكمان صناع الخير الحقيقة حريصين ان احنا نتابع مع الصيادين ما بعد التسليم عشان نذلل اي عقبات بتقابلهم، وفي نفس الوقت عشان نحفز ونحمس على انه المشروع يتم استثماره بافضل شكل ممكن ليهم. صحيح، صناع الخير اسم على مسمى. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عصام عبد الرحمن، مدير المركز الاعلامي لمؤسسه صناع الخير للتنميه، شكرا جزيلا على مجهودكم.